ضيفنا من اسطنبول ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. السيد الفرحان، أهلا بك. نتحدث، هذه التصريحات ربما ليست بجديدة، أو هذه اللهجة الهجومية ليست جديدة ومفاجئة، ولكنها تأتي بعد اجتماع أستانا. أي دلالات أو أي رسائل تصلكم بعد ذلك؟ ذات الاسطوانة المشروخة، ذات الخطاب المتخشب الذي دأب واستمر نظام الأسد بتكراره طيلة السنوات الماضية في حالة انفصام عن الواقع وكذب وتزوير للحقائق، وباتجاه آخر ارتكاب المزيد من الجرائم، جرائم الإبادة التي ما شهد العصر مثلها يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري. يهجر 14 مليون سوري من منازلهم ويدمر البنى التحتية، أكثر من نصف عدد سكان سوريا خارج مناطقهم، يقتل قرابة المليون سوري ويتسبب بإعاقة 2 مليون سوري، ومئات الآلاف في المعتقلات يتعرضون للتعذيب الوحشي للتصفية الجسدية. كل هذا يفعله ويرمي يعني الاتهامات إلى أطراف أخرى. ذات الخطاب يتكرر في بشكل مستمر من قبل مسؤولي نظام الأسد، وباتجاه آخر يعني يحاول أن يبرر الفشل المستمر والمتكرر الذي يعيشه في إدارة الدولة السورية، نعم، في تحقيق أدنى مقومات المعيشة للقاطنين في مناطقه، ويبتدع مصطلح الإرهاب الاقتصادي، شيء مثير للسخرية، مش مثير للاشمئزاز كل ما يصدر عنه، ويعني بات على المجتمع الدولي وعلى الأطراف الضامنة في أستانا أن تضع حد لتكرار مثل هذه النغمة. السيد الفرحان، ممثل النظام كذلك أشار إلى بعض النقاط اللافتة، قال بأن تركيا تحتل ما يقارب 6000 كيلومتر في البلاد، أي أنها تحتل 4 أضعاف مما تحتله إسرائيل في سوريا. إلى أي مدى تبدو هذه المعلومات قريبة من الدقة؟ وما موقفكم من هذه التصريحات السورية الجديدة؟ نظام الأسد استدعى الاحتلال الإيراني، واستدعى الاحتلال الروسي، واستدعى ميليشيات وشذاذ الآفاق من كل العالم إلى سوريا، ومكنهم من كل مقدرات الشعب السوري، وترك سوريا مباحة لهم. نظام الأسد ترك سوريا من دون سيادة، وترك سوريا أيضا من دون كرامة. الوضع الذي نشهده الآن بتأجير كل الموانئ، ميناء طرطوس لروسيا، وميناء اللاذقية لإيران، وأيضا استثمار الفوسفات في روسيا، تتقاسم هاتين الدولتين المحتلتين لسوريا خيراتها، بينما يعيش الشعب السوري حتى القاطنين. نعم السيد الفرحان، كل هذه التفاصيل متداولة في سوريا، ولكن نتحدث فقط عن تركيا هذه المرة. هل فعلا هي تحتل أو تسيطر على هذه المساحة التي ذكرها ممثل النظام، حتى أنها يتم تداول العملة التركية في هذه المناطق، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية تركية وغيرها من كل التفاصيل التي كان يذكرها؟ تركيا تدخلت في هذه المناطق بموجب اتفاق أستانا، وروسيا وإيران كانتين ضامنتين لنظام الأسد في قبول هذا التدخل، وكان هدف التدخل التركي في هذه المناطق حماية أهلها من هجمات النظام من جهة، وأيضا طرد المجموعات الإرهابية من هذه المناطق. وأيضا يعني في اتجاه آخر، نحن نعلم تماما بأن نظام الأسد حينما استخدم السلاح الكيميائي، حينما صدرت كل القرارات الدولية بحقه، أكثر من 37 قرار صادر من مجلس الأمن يطالب بالكف عن قتل الشعب السوري، كان لابد من تدخل دولي من الأطراف الصديقة لحماية هذه المناطق من استمرار النظام بارتكاب كل هذه الجرائم، تحديدا السلاح الكيميائي الذي شهدنا بأنه بشكل متكرر لولا وجود وتحذيرات من قوات دولية سواء كانت تركية أو أمريكية أو أوروبية لكرر ذات المشهد في إدلب وفي باقي المناطق. الآن هذه المناطق حقيقة تعيش حالة استقرار نسبي، يعني لو تركت لنظام الأسد لارتكب مزيد من الفظاعات، وواجب المجتمع الدولي، واجب الأمم المتحدة أن يتدخل في هذه المناطق لحماية الإنسانية، لحماية البشر القاطنين في هذه المنطقة. نحن نعلم بأن الشعب السوري منذ اللحظة الأولى
طرحوا في مظاهراتهم السلميه مطالبين بحمايه دوليه، وهذا بالتاكيد هو مطلب مشروع لكل البشريه. هناك مسؤوليات تقع على عاتق الامم المتحده، حمايه الامن والسلم الدوليين التي يهددها نظام الاسد، نظام الاسد الذي ترك الجولان لاسرائيل والذي عقد اتفاقيات سريه تحت الطاوله ابتداء من الاسد الاب. نعم. سلم الجولان، والان الاسد الابن يتخلى عن الجولان وما يصدر عنه من تصريحات هي فقط يعني لدغدغه مشاعر يعني بعض الناس البسطاء والسذج الذين يمكن ان تنطلي عليهم هذه الخدع. نعم، من اسطنبول كنت معنا ياسر فرحان، عضو الهيئه السياسيه في الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك.